في اللون نيت ما يسمى الزونه مقرن توجور توجور دو لومبيونس. مازالوا كانوا الاولاد وكانوا البنات ومازالوا كانوا الرجاله والنساء ما همش دواعش مي قلال 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 مي كوميم كوميم رمي راهم قاعدين كيما قال واحد يزهاو ويشطحوا قاعدين يعيشوا اي سون تران دو فيفغ دو مي لا غالب كانوا 90% نتاع الجزائريين مساكن كيما قلت لهم قبيل طلبت منهم السماح اللي كي نقول لهم بلي راكم دواعش يقول كيفاش تقول لنا رانا دواعش لو كان ما جاوش دواعش راكم شفتوا قبيل هذيك لا فوتو اللي حطيتها لكم قبيل نتاع السيد اللي ما لقى ما يدير راح طلع فوق الحجره نتاع كيفاش اسمها عين الفواره هذيك ويقول لك حنا ماناش مراض. يا ولدي راكم مراض قلت لكم بلي راكم مراض ولا لا؟ دونك واحد كيما هذا مسكين راهو ستان دونجي بو لا سوسيتي ودونجي على والديه ربي ساعدنا على اختو على خالته على دونك سون دي مالاد سون دي مالاد. ومن بعد يحبوا يلقاو لك الحل هذاك ودير مع كيف اسمه القصاص ودير ما نعرف واش والرجم يا ولدي انت الناس تقدم انتم ترجعوا ملايير سنوات لو كان جا الرجم يفيد وجا كاين والو دونك فوالا. الوغ اجوردي نو سون بيان سور لو ماردي 20 سبتمبر 2022 الي اكزاكتومون 19h14 مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل هذا كنت وحده وقيله ولا واحد نجاوبو رابيدمون ومن بعد رابيدمون نورمالمون عندي نورمالمون كاين واحد باش نجاوبو قبيل توي وين جيها راهو هذا جلي با نوتي وقيله اي فضلك جو نوفوا باسكو السيد هذا قال لي واحد ايه هنا وهنايا مسيو حميدو جلطي مسيو حميدو جلطي يا اخي مساء الخير مساء النور ما نعرفكش يا اخي وانت طايح بتسبان وطايح وطايح وما نعرف واش ما نعرف واش هذا السيد هذا ما عجبوش الحال البارح كي قلت باللي راه لازم الامن المشاغبين هذو اللي يضربوا في الشرطه واللي يضربوا الكراكب ويضربوا الكيف ويخرجوا يسبوا في الدوله ويسبوا منها لازمهم يتعاقبوا ما عجبوش الحال ما عجبوش الحال صافي ما عنديش الوقت وترمو السيد هذا انت بعد هذا جلطي هذا لاش تكون هناك درت بسيتونيم نجيبك ونفتحوا عليك تحقيق ونشوفوا تراش اسكو انت بالك كنت مع الناس هذو خاطرش انت غادك الحال عليهم ما عندناش وقت ومن بعد تولي تبكي وبالك عندكم مالك ومن هنا دونك ما كانش ما كان حتى مشكل بصح ما تقلقنيش اتونسيون تزيد تبعث لي ميساج انا نقول لك بلي راني نجيبك ويجيو يحوسوا عليك يجيبوك من الدار نتاعك دونك ما تقلقنيش من فضلك. الوغ يقول لي هذا السيد هذا السيجار هذا يضع السيجار يتكيفوه تتكيف فيه نتاع الرجال اسمحوا لي باردون اكسكيوزي موا. الوغ السيد هذا سي هذا حميدو جلطي يسمي روحو حميدو جلطي يا من حميدو جلطي صح ولا يسمي روحو يقول لي بلي السيجار هذا يتكيفوه الرجال مادام انت تعرف بلي السيجار يتكيفوه الرجال هذا دليل ان اللي تشوف فيه هذا رجل واكثر من رجل اكثر من رجل باش ما نسميش روحي سيد الرجال لا حاجه حاجه كي الرجال كل اوكي دونك انت يا سي فلان انت ما تقدرش بدتر تكيف الاخر هذا السيجار ما تقدرش بصح انا ما نقولش عليك مش راجل لا حاجه ولا رجال رجل تكيف ولا قعد اوكي باش تنجم تكون متربي تهضر الهضره اللي تقول لي بلي انت انايا راني ما على هذا ما الناس ما تتبعنيش ما تتبعنيش في لا فيديو ما تبع في لاشين هذه وما تتبعنيش في الاخر في لاشين كي يقولها شغل شغل فيسبوك تقول لي ما عندكش بزاف المتابعين انا نتحداك نتحداك روح تشوف من نهار بديت ندير في الاخر لاشين يوتيوب ولا الفيسبوك كاش ما تلقى نهار قلت للناس ديروا لايك ولا بارطاجي ولا نو او كونترير انا الوحيد بوتيتر اللي نقول للناس ما تتبعونيش يرحم والديكم الناس الدواعش والناس اللي عندهم عقليات كيما نتاعك من فضلك ما تتبعنيش يا اخي روح شوف لي زوتر شان انا نقول للناس اللي كيما انا اللي عندهم لا ميم ايديولوجي كيما انا هذوك هما نديرهم باش نقصر معاهم وباش نتكلم معاهم يكونوا عشرة من الناس وما نحبش الالاف ما نحبهمش جامي دلافي لا قلت لواحد دير لي لايك
لا قلت كل لا قلت البارطاج وعمرها ما نديرها، عمري ما نديرها. دونك تزيد تقول لي ها تقول لي على هذا ما يتفرجوكش الناس وما الناس ما يتبعوكش. انت شفت دوك لاشين تاعك، ها لقيت زيرو ابوني عندك، زيرو ابوني عندك لاشين تاعك. عندي انا راني في تقريب في لاشين يوتيوب، ونقول للناس ما تبارطاجيوش ونقول للناس ما ديروش، راني في 3000، راني في 3000. راني في تقريب 3000 اي كلك، 3000 اي كلك. نقول للناس ما تفرجونيش وما نحبش نقول غير للناس اللي كيما انا اللي عندهم ايديولوجيا هذا في لاشين يوتيوب. 3600 اي كلك وقيله، روح تشوف هما هي محطوطه. وانت زيرو، ما عندك والو، ما عندك والو. وراني باش تعرف باللي انا ديمقراطي، راني درت لك ان ابوني، انا هو درت لك ان ابوني، مش باش نتبعك باسكو ما عنديش الوقت، مي باش هما يكون عندك واحد. مي انا راني في 3000 كسوا في اليوتيوب ولا في الفيسبوك، روح تشوف انت وعندك قدام، روح تشوف. دونك ما يسمى ما تقارنش روحك بروحي، انا ما نزيدش نخلق روحي معاك بهذه الطريقه هذه. دونك صحيح تكلمت معاك، دونك سي بون. الي المواضيع بزاف، على واش راح نتكلموا، واش على واش راح نتكلموا الاول لا بريمير فيديو هذه نتاع اليوم. نقول لكم على واش راح نتكلموا، راح نتكلموا ديما على المشكله نتاع لا فام في الجزائر. المشكله نتاع لا فام في الجزائر، مازالت المراه مسكينه تعاني وتعاني 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 بسبب بريميرمون التلاعب بالدين، وبسبب التلاعب بالقوانين اللي ما عندها حتى معنى، اللي راكم ديروا في يديروا فيها هذو الناس المسؤولين على البلاد، اللي يديروا التجاره بالدين باش يرجعوا المراه اسكلاف، وباش يرجعوا المراه ما عندها حتى قيمه. باش يكون في علمكم، المراه مسكينه، واحد كيروح يخطب مراه يحسب في روحه شغل راح يشريه بقرة، شغل راح يشريه مع باليش، يروح تسمى كيما قال واحد من اليوم راه كي مرطي هي ومرتك، من بعد هو مرتك حتى هي انت راجلها، وما كاين حتى فرق. انا ماشي ديفيرونس نو، الله اكبر. ها قال لك ربي عطى القيم الراجل على المرأة. شوف اسيدي، شوف اسيدي، سبحان الله. ويروحوا بعض الدواعش، ويروحوا بعض الدواعش اللي عندهم المخ نتاع الدواعش، ويقول لك المراه من اهل جهنم. باش تشوفوا، باش تشوفوا، احنا في 2022 مازالوا يهضروا الهضره هذه. ويجي يقول لك النبي وصى على المراه، المراه وثم المراه، المراه وثم المراه. يقولوا انا مانيش راني نقولها، هما اللي يقولوا. وجدوا كما قلت لكم يقولوا باللي المراه عوره. الله يعوركم ربي ان شاء الله، الله يعوركم ربي. انتم ماكمش ماهيش المراه اللي عوره، المخ نتاعكم اللي 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 مجمد، اللي مجمد، وتشوفوا في المراه باللي راهي عوره. هذوك المراه حتى هي اتخمان كيما حنا، تاكل وتخمم وترقد وتلبس وعندها نفس الشيء كيما اللي عندنا حنا، لي زوم لي زوم. الدولة من جهتها حتى هي حقرت المرأة، حقرت المرأة في كلش، في كلش. ويخي عاودت لكم القصة نتاع المرأة مسكينة اللي عندها الأولاد وراجلها هز على راسه، ما نعرف راح مع الحراقة، ما نعرف راه عليها، ما نعرف، وبقات مسكينة ما عندها والو. قالوا لي ناس يا ولدي شوف الهضرة كيفاش ما تعاونها، قلت لهم دوك نشوف نعيط لاسيستون سوسيال. عيطت للاسيستون سوسيال في لاداس، يا مدام يرحم والديك كاينه مرا راجلها راح، ودوك نبعثها لكم كاش ما تعاونوها وكاش ما وين راح راجلها. ايوا قلت لها ما على باليش.
ما نقدروش. او كيف ما تخدوش؟ قلت لك ما نقدروش يا اخي، ما عندناش حق. سبحان الله. سبحان الله، امراه راه عليها راجلها وعندها الاولاد، ما عندناش حق تعاونوها. قالت لي ما عندناش حق، ما نعاونوهاش. قلقتني شويه، قلت لي من بعد كانت شويه عاقله هي، قلت لي مسيو منصف، قلت لي اخويا انت تقابل فيا انا علاش؟ مادامك انت صحافي ومادامك انت تدافع على المراه، روح اخويا هضر مع المسؤولين. انا المسؤولين القانون يقول لي كيما هكا، يقول لي القانون اللي جابوه من الشريعه نتاعهم هذه ماهيش تاع ربي، من الشريعه الاسلاميه اللي داروها هما، ماهيش تاع رب العالمين، باسكو رب العالمين عمرو ما يعطيك المراه. نو لو كان جاي يعطيك المراه ما يخلقهاش بكل. القوانين اللي داروهم لا يقول لك العصمه عند الرجل. او شو العصمه هذه مثلا؟ قال لك حنا كلش حنا نهضروا مع الرجل ما نهضروش معاها هي. هي وكل ما المراه ما عندها، قالت لك ما عندهاش راه حاجه اخرى. قالت لك درك حنا المراه هذه تروح تجيب لنا الطلاق، كي تجيب لنا الطلاق تولي حاجه اخرى. سبحان الله. قلت لهم درك المراه هذه راجلها هز على راسه وراح، هي درك تهز الهليكوبتر وتروح تحوس عليه تجيبه باش يطلق، ولا تروح تطلب الطليق تقعد مع قداش عامين ولا باش يبلز خبزكم. مو تشويت مو تشويت راح تروح للمحكمه يطلقوها. هي لي دون لو بيزوان، وني نمد في المراه هذه ماشي يعني نهضر عليها هي، سي ان اكزومبل. بزاف النساء اللي كيما هي، بزاف النساء مساكن. دونك هي تروح راجلها من عفو راح، بالك راح يخدم على روحه ولا بالك ما يلقى خدمه ولا هاجر ولا منها، ها تروح هي طلقوا هكذا باش تجي عندكم انتوما تعطيو لها زوز كيلو عدس مسوس وتعطيو لها الحليب كي تروحوا مسكينه باش ديروا الاولاد يفلقط. احنا نقولوا على الشاوي يفلقط يعني يولي مش صالح للاخر هكذا، ولا تعطيه لها 4 دورو. هذه هي. قلت لها مسرح. قلت يا خويا واش نقول لك؟ شي قلت كنت تقول له كامل اني معاك، بصح يا خويا القوانين هذو هما اللي عندي. ورغم هذا ورغم هذا احنا الجزائريين ديما نحنوا وديما وساعات عندنا ناس اخرين كيما هاد الطفله هذه، الحق راحت هزت الحوايج وراحوا لها للدار نتاعها زاروها وعطاو لها بعض الحوايج وكثر خيرهم على كل حال. الوغ القانون ما يسمعلكش، لا كونتورني لله باش تشوفوا. دونك الناس الحكام حاقرين المراه، حاقرين المراه. لي فام باتو، الناس اللي النساء اللي يضربوا فيهم رجالتهم واللي ما عندهمش وين يروحوا، ما عندهمش وين يروحوا. علاش؟ باسكو كاينه عقليه نتاع الدواعش نتاع ماليها اللي تدخل عندها يقولها واش مرحبا واش كاين اجي هاكي جيتي واش كاين يا باباك تشوف وضربني ونا مليحه فيك مليحه فيك خوها كيف كيف. اسمعي احنا ما جيناش لهنا ديري لنا سكوندال عندنا احنا، ها ايا زوجناك برا ما هو الزوج ها. ويثروا نساء خاوتها ويثروا امها مسكينه تبقى ما عندها حتى حد، ام مسكينه ديما تحن يا بنيتي واش راح نقول لك ارجعي لراجلك باسكو ما عندناش حنايا واش. تولي ترجع لراجلها وتولي شفناها حتى في التلفزيون وين المراه الزواليه مسكينه تروح تبوس الصباط نتاع راجلها. الاسكلافاج مودرن، الاسكلافاج مودرن. وبعض الدواعش دوكا ما يسمعوا فيا وما عجبهمش الحال، وما عجبهمش الحال. يقول لك السيد هذا واش راهي كيما قال لي واحد، بقات غير المراه دايره رايها فينا دوكا بقى مسي منصفي بندر لها باش تزيد تطلع فوقنا. انا ما بندر حتى لواحد، انا نقول المراه والراجل كيف كيف يحترموا بعضهم سيتو، لازم يحترموا بعضهم هذا مكان سيتو. المراه مسكينه باباها يحكم، خاوتها يحكموا، بني عمومها يحكموا، خوالها يحكموا، خوها الكبير يحكم، خوها الصغير يحكم، جارها يحكم، الناس الكل يحكموا. انا قلت لكم المراه عندنا سي تون اسكلاف، سي تون اسكلاف. والمراه اللي يضربها راجلها ويخرجها وين تروح؟ اللي ما عندهاش ماليها تروح للزقاق، تروح للزقاق مسكينه. علاش؟ باسكو غياب المرافق لهذا المساكن، هاد النساء اللي ما عند اللي عندهم مشاكل مع رجالتهم ولا مع غدوه تخرج المراه من عند باباها بالك يضربوها خويانها طهر بتروح للزقاق، ما تلقاش وين تروح، ما تلقاش وين تروح. وصارت مشكله نزيد نعاودها لكم، انا دخلت فيها
مرا بنت العرش وزيو بلو وكيفاش مول الشعر الاصفر. صارت لها مسكينه حتى هي بروبليم مع راجل شبه الرجال، اسمحوا لي شبه الرجال، باسكو هذه يحبوا بعضهم جو سي با كيفاش. من بعد جا شافوها خيالها، راكم تعرفوا الخيال ما يحبوش يشوفوا اختهم تهضر مع واحد ولا تفريكونتي واحد، هما يفريكونتيو هما عندهم الحق يفريكونتيو النساء الاخرين البنات، ها مي مع مي الاخرين ما عندهمش الحق يفريكونتيو. يا اخي يا اخي دواعش، يا اخي يا اخي دواعش، يا اخي يا اخي شافوها قالوا لهم بالحرام لا تديه. جا يخطب، جاب مالي وجاب العرش نتاعو وجاب منا وهي وهما عرش وخويا العرش، جا يخطب لا ما كانش. مسكينه حبت تزوج مرا كبرت، اخرين سقسات اخرين قالوا لها بنتي مادام السيد يحبك وانت تحبي روحي له وخلاص وتروح دير الغلطه نتاع حياتها. مسكينه تهز الفاليزه نتاعها وتقول ليه وتجيبها عنده. سمعوا ماليه مالي المراه واش داروا؟ يزون ديكرونشي لا غير، بداو يمضيو في السيوفه وفي الماس واللي عندوش واش يقولوا مكحله جبدها باش يطاكيو العرش نتاع هذاك الاخر. جاب ربي ديما كاين شويه تدخل تدخلات نتاع الناس، راحوا لهم قالوا لهم يا ولدي بالعقل بالعقل ما طاحش سمع الله اكبر، لازم تعطيوها هنا كيما قال واحد ننفذوا فيها الحكم، وانتوما ثاني ما بينا بينكم لاج دو كار راهي ديتيري لاج دو كار راح نتقاتلوا باش تشوفوا يعني يا ناس. وهذا الشيء اللي نحكي لكم فيه راهو ريال، ماشي قصه نتاع الخيال ولا ريال، انا عشتها معاهم الناس هذو، عشتها معاهم انايا، انا دخلت المراه مسكينه داها السيد عند باباه باسكو ما عندوش دار، قالت هي مات معاه. من بعد قال لها يا بنتي انا تشوف فيا ما خدمه لا زدمه، راني يعني لازمني نروح وين ما على باليش، نشوف نروح الوهرن، نروح ما على باليش السود الصحراء، نروح نشوف كش ما نحرق كش ما نشوف طرالع لهنا ينوب عليا ربي. اها واش واش لازم؟ اي انت لازم تكتب عليه هنا عند بابا وحتى ان شاء الله يفرج ربي. قالت واني قاعده اي بصح هي قاعده بصح انا ما عنديش حتى باش نروح الوهرن، ما عنديش باش نروح نبيع الفيستا نتاعي ما تجيبش بشح. واش ندير لك يا اخي؟ انا قلت له على الذهب نتاعك هذاك هي واش به تعطيه لي نرهنو وان شاء الله يعطيه لي شي سوارد وان شاء الله نمشي به وكي نوب ربي نشري لك. ايه معليش اتفضل اشري هاك، ها هو الذهب نتاعي اللي عندي اخويا، ها هو ها هو اديها اخويا روح يروح به لا رجوع. اضرب معه قداش عام لا خبر لا والو. ياكم تعرفوا الراجل جا بوي الطفل جا المراه قال لها بنتي انت جيتي ريحتي لي ولدي دركا يا اختي واش رجل ولدي راح وانت قعدتي دركا في الدار لهنايا الواش يرجع لدارك وخلاص. يا عمي وين نرجع لدارنا؟ ما دارنا ما يقبلونيش، انا هربت انا كيفاش نرجع لدارنا؟ بنيتي انا هاد الدار هذه لا غالب ما بقاش فيها معيشه، راح نقفلها حتى انا نبيع ونروح للدوار هذا مكان ما عليها الزواليه الا تخرج. وين تروح؟ تروح تقعد بحد المحكمه شغل تقول لهم باللي انا راني مضروره. يجيو الشرطه يلقاوها واش ديري هنا؟ ما عنديش وين نروح. بات ليله زوج ثلاثه بداو لي فويو يدوروا عليها، اي لا بوليس يديوها للبروكيرور وكيل الجمهوريه في هذيك الولايه ما كانش مرافق. وين تروح؟ اسمعي يا طفله، نعم عندك زوج حوايج، نحطوك مع المهابيل ولا لو كان نزيدو نحكموك لبرا راني ندير لك تهمة الفاغابونداج ونلحقوك في الحبس. ما عليها الا الزوالية الطفلة الزينة والطفلة البلوندا هذه اوسيو بلو تروح تقعد مع البهل، هي قاعدة مسكينة وهما يدفلوا عليها البهل وقاعدة تلعب مع البهل كي هي ولات حتى هي بهلية كيما هما، ولات بهلية كيما هما باش تشوف هذه يعني. والدولة ما عندها حتى مرافق ما عندها والو، ولا بنات في عمرهم 18 سنة 19 سنة ما عندهمش يخرجوا من ديار باباهم
ما عندهمش وين يقعدوا ولا يتصرف لهم مشكله. كيما اليوم راني نهضر معاكم، طفله راهي تطيش مسكينه في ولايه سطيف، راهي تطيش مسكينه ما عندهاش وين تروح، ما عندهاش وين تروح ومريضه، ما كانش كل يهزها، ما كانش سي تو. دونك المرافق باش الدوله دير مرافق للنساء هذوم ساكن اوموان لي فام باتيو لي فام ما عندهمش حتى كي تخرج من ضربه باها الدوله تهزهم شخص. ونورمالمون الدوله هذو أفا الدوله خاطيه، اسمح لي، الدوله راهي عباره على مؤسسه، نهضر على الناس اللي يسيروا في الدوله. يا اخي انت عندك ان كا ولا دو ولا تروا ولا كات ولا سانك ولا ديس، نجعلوها في كل ولايه كي كاين ديس. يا اخي انت كمسؤول كوالي نتاع الولايه هذه باش كوالو، اذا راك والو ابقى والو، مي اذا راك والي لازمك تهز اون شارج هاد الناس هادو، سورتو اون فام، سورتو اون فام افيك سي زونفون. مكانش باش نتفاهمو مليح، مكانش. انا خطرة لقيت مرا هي وبناتها صبايات، مرا هي وبناتها صبايات، جيت معدي بالطوموبيل مع الليل نشوف فيهم يفرشو 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 قدام مكازا في سونتر فيل، قدام مكازا في سونتر فيل يفرشو. حبست جيت عندهم واش راكم ديروا، كلمت المراه الكبيره قلت لي رانا نفرشو باش نرقدو. او كيفاش تبدو في الصخاق؟ ايه وليدي نبدو في الصخاق، علاش؟ قالك الدار تاعنا حرقوها لنا. شكون هذا اللي حرق لكم الدار تاعكم؟ شافوا بعضهم سكتوا. كانت واحد الطفله قالت لي اخويا، قالت لي حرقوها لنا باسكو متهمونا بلي رانا نديرو في الدعاره، هذوك نتاع الكارتي هذوك راهم تلموا الغاشي، جاو حرقوا لنا الدار نتاعنا وهربنا، كانوا راحوا يقتلونا هربنا. اي قلت لهم بصح قداه واش من ولايه؟ قال لي ولايه الفلانيه. بصح ما تنجموش ترقدوا لهنايا، قالت لي لا خويا هاي الضواو هنا حنا في السونتر فيل بربي ما يصرالنا والو. والله يا ناس والله، مرا وزوج صبايا معاها. عيطت لرئيس البلديه كثر خيرو جا دايرو، قلت له الرئيس قلت له كيفاه نديرو لهذا، قال لي واش القضيه؟ قلت له هاي كيفاش هزينا كثر خيرو، هاللي مار كيلو دي مار اللي كيبانا هكا يحبوا يعاونوا، هزيناها مايا معنا ديناهم لوطيل، لوطيل في سونتر فيل. اش بدل الطوموبيل تاعو البون كوموند، ثم بعد دار الاخر قال لهم فوالا ياكلوا يرقدوا يشربوا يفطروا يتغداو يتعشاو ويرقدوا، وكي كل شهر دير لي لا فاكتور نخلصك لوطيل. نورمالمون سي سا، نورمالمون سي سا، نورمالمون في ولايه سطيف ولا في ولايه خنشله ولا في ولايه باتنا كاينه مراه بولادها ما عندكش المرافق حطها في لوطيل يا محمد. سوارد الدولة، سوارد الدولة، سوارد الشعب، سوارد الشعب، عيب عليكم. سبحان الله. إبيان هذيك المرة هذيك أنا غدوة قلت باش نتصل خاطرش هزيناها في لا ولاية ما، بصح هي نورمالمون سي لا ولاية أخرى اللي تاعها هي تهزها. أنا الصباح كلمت المسؤولين تاع لا ولاية هذيك قالوا لي بعثوها لنا. قلت لهم داكور، رحت جبت ريكيزيسيون تاع اون فواتور تاع لاداس ورحت لوطيل باش نهزهم نديهم للولايه هذيك. كي رحت لقيتهم ما كانش، راحوا. قلت تاع لوطيل اخويا انت وينهم؟ قال لي اخويا ثروه صباح بكري مشاو. قال لي ما نقدرش نحكي لهم انا، مشاو مشاو. مع ما قالوش وين، قال لي ما قالولناش. على كل حال راحوا، مي نورمالمون سورتو سورتو كيما درك جاي الشتاء وجاي البرد تخليو الناس تطيش، ونقولوا عندنا دولة، ونقولوا عندنا دولة. المرأة اللي يحكم راجلها يكسر لها خشمها ويضربها يكسر لها راسها وتروح تشكي به، ومن بعد يروحوا ياكلوا البربوشة وياكلوا الكسكسي وياكلوا يديروا صرح ويجيو للعدالة، اللي ياكلوا الرهج يرهجهم إن شاء الله، ومن بعد يجيو للعدالة. قال سيد الرئيس رانا تفهمنا المرأة اللي سحبت الشكوى تاعها، كي تحب الشكوى تاعها يقولوا له يا خلاصي روح عف عليك على الله روح ما كاين والو. باش تشوفوا يا ناس، باش تشوفوا يا ناس، في دولة القانون عند سيادكم المرأة ضربت عندها سيرتيفيكات دو ويجور إن شاء الله تسامح ولا ما تسامحش، لو ديلي كاين تروح للحبس باش تخطر الجاية ما تجيش تضرب. حنا نشوفوا القوانين تاعنا، على هذا أنا ندعي للنساء ونقول لهم يا منظمات يا جمعيات ما تبقاوش الدوله تطيش لكم في التفتف نتاع
الخبز هذيك ومنه وانتم تجيو تبهي بكم لاصال وتجيو هاي هاي اتحاد النساء واتحاد المراه يلعبوا عليكم. ثوروا يفضغي ثوروا يفضغي تدافعوا على ارواحكم. اي قدرة كيما تصرى لها الطفلة هذه اللي راهي في الطيش مسكينة اليوم في سطيف ما عندها حتى واحد، قدرة تصرالك ليك انتيا، قدرة تصرالك انتيا. المرأة اللي كيما قالت لي وحدة اليوم اللي بالولاد نتاعها راجلها لعب عليها ودالها صوردها ودالها ذهبها ومن بعد طيشها في الزقاق والدولة ما تتحركش والدولة ما تقولهاش يا اسمع سي محمد انت المرأة المرأة راهي بالولاد ماشي اللي تروح انت اللي تروح. وعلى هذا احنا طلبنا من لو بي جي اي وقلنا لهم عاودوا القوانين تاعكم كي تمدوا اللوجمون مدوه باسم مسيو اي مدام، مسيو اي مدام. اذا لو مسيو هو اللي يحكم السكنه من بعد قبل كي يتفارقوا المراه لازم تعطيوها نوط اللوجمون، واذا المراه اللي راح تقعد مع الاولاد بيان سور السيد تهزوه الساعه بروفيزوارمون حتى تلقاو له سكنه. سي سا سكيلفو، ما تديروش تقولي انا ندير باسم الراجل باسكو الراجل كرمو ربي، الراجل كرمو ربي ما تحشموش. ربي غدوة ينعتلكم، ينعتلكم غدوة الله تعالى. ربي ضد المرأة، عقليتكم الفاسدة هي اللي ضد المرأة. ما نطولش عليكم، نقول لكم قيم زين هنا من بعد نرجعو في نقطة الفيديو ان شاء الله. اسمحوا لي كذا طولت عليكم شوية. اتوتالي.